وضع العقل العربي على مشرحة النقد، عقل استثنائي وفيلسوف مثير للجدل، المفكر الذي ناضل من أجل عقل عربي مستنير وعقلاني، مهندس العقلانية والحداثة، صاحب الإضاءات الكاشفة للعقل العربي، إنه محمد عابد الجابري. مفكراً عابراً للحدود، ولم يسجن نفسه في مدرسة أو اتجاه أيديولوجي معين، انفتح على جميع المدارس والاتجاهات وتبنى المقاربة الإسلاموجية في معالجته لنظم المعرفة في الثقافة العربية الإسلامية والتي لا زالت تفعل فعلها إلى اليوم. وجمع الجابري في شخصه بين صفة المفكر والمناضل والباحث والمدرس والصحفي والأكاديمي والمنظر، كما تميزت كتاباته بانخراطها في صلب القضايا ذات الطابع النظري الإشكالي والعملي تهم قضايا العالم العربي والإسلامي، كقضية أو ثنائية الأصالة والمعاصرة التي شكلت العنوان الأبرز لقرن من الصراع الفكري والسجال الأيديولوجي بين مختلف التيارات اليسارية والقومية والليبرالية والإسلامية والسلفية والعلمانية، وشطرت المجتمعات العربية والإسلامية إلى شطرين. كنت يعني واضح أكثر من الوضوح. جميل. أبصر محمد عابد الجابري النور عام 1936 بمدينة فيجيك أقصى شرق المغرب في قلعة سكنية تدعى زناقة. بعدما شاء الزمن أن يفصل والداه، نشأ في كنف أمه ومن ثم عند أخواله، فلقي عندهم ما فتح عينيه على مسار سيبصم حياته كلها. نشأ الجابري في عائلة متدينة شغوفة بالمعرفة، وكان جده من أمه يعكف على تلقيه صور القرآن، ثم أدخله إلى كتاب ليتعلم القراءة والكتابة حتى تمكن من حفظ ثلث القرآن، ثم ما لبث أن انتقل إلى كتاب آخر بعدما تزوجت أمه من الشيخ الذي يدرس فيه، إلى أن ألحقه عمه بمدرسة فرنسية قضى بها عامين. الدراسة في مدرسة فرنسية كانت خيانة بالنسبة للوطنيين، خيانة للدين وللوطن، هكذا كان البعض يدرس فيها في خفية، إذ ضغطت عليهم السلطات الفرنسية. استمر الحال على ذلك إلى أن راودت أحدهم فكرة إنشاء مدرسة وطنية بفيجيك، وذلك ما حصل. فبعدما نال رخصة إنشائها انتقل إليها الجابري ليحوز منها الشهادة الابتدائية عام 1949. يقول الجابري عن هذه المرحلة: الانتقال من المدرسة الفرنسية إلى المدرسة المغربية خلف في نفسي أثراً عميقاً، وغدا يتحكم بصورة تلقائية وعفوية في توجيه نظرتي للأمور. بدأت أشعر بهذا الأثر في وقت مبكر، فرضيت به وأقررته، وربما هو من فرض نفسه علي كاختيار لا أحيد عن لا فرق. عام 1957 سيحصل الجابري على شهادة البكالوريا، ثم سافر إلى دمشق وحصل هناك في غضون عام واحد على شهادة الثقافة العامة، ثم عاد إلى المغرب ليلتحق بقسم الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. في غضون ذلك اشتغل معلماً وأستاذاً، ونال مع توالي سنوات شهادة الإجازة وشهادة الدراسات المعمقة، ثم دكتورات الدولة عام 1970 عن موضوع العصبية والدولة، فعمل بها أستاذاً للفلسفة والفكر العربي الإسلامي بذات الكلية. قبل أن يشتهر الجابري كفيلسوف أو مفكر، نشط في مجالات عديدة، وهو ما زال صبياً كان منتسباً إلى خلايا العمل الوطني ضد الحماية الفرنسية، ثم انضم إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فكان عضواً بارزاً في مكتبه السياسي لسنوات طويلة، مع أن المعطيات التاريخية تشهد بأنه لم يتفرغ للسياسة، بل نظر إلى العمل السياسي كالتزام نضالي وحسب. يقول الجابري عن هذه المرحلة من مسار حياته رافداً أن تكون السياسة مدخلاً لنيل المناصب. الامتزاج بل الاندماج بين الوطنية والسياسة في وعيه هو ما يفسر في نظري على الأقل جوانب كثيرة من سلوك الحزب ومواقف السياسية، ومن دون تواضع زائف أستطيع أن أؤكد أنني أقبل من نفسي الخطأ وجميع أنواع الضعف البشري في الميدان السياسي أو غيره، ولكنني لا أتصور أنني أستطيع أن أسلك أي سلوك انتهازي كيفما كان. في أثناء ذلك اشتغل الجابري أحياناً كصحفي، صحفياً في يومية العمل، لسان حزب الاستقلال، وجريدتي المحرر والاتحاد الاشتراكي الصادرتين عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ثم بعد ذلك قلماً في مجلتي أقلام والأهداف.
الجابري كان أحد أكثر الأقلام المطلوبة في العالم العربي، ذلك أن ما من صحيفة أو مجلة إلا وخطبت مدة كتاباته. في مظلة إجابته الشهيرة دائما سنرى مخرجا لكل إلحاح يواجه به، فاستقر به المقام كاتبا لمقال أسبوعي في مجلة المجلة. يعد الجابري أحد أشهر مفكري المغرب والعالم العربي برمته، ذلك أن أفكاره شكلت بداية مرحلة مغايرة من تاريخ التفكير العربي. أبرز هذه الأفكار تلك التي تناول فيها نقد العقل العربي وقضايا التراث والديمقراطية والدولة الوطنية والهوية. للجابري مؤلفات عديدة يصعب حصرها، من بينها قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي ومدخل إلى فلسفة العلوم ومعرفة القرآن الكريم، التفسير الواضح لأسباب النزول وإشكالية الفكر العربي المعاصر، والديمقراطية وحقوق الإنسان ومسألة الهوية، العروبة والإسلام والغرب، الدين والدولة وتطبيق الشريعة، والمشروع النهضوي العربي، مراجعة نقدية. والواقع أن المشروع الفكري للجابري كان يقوم على تجديد الفكر العربي الإسلامي وإعادة بنائه من الداخل، ورأى أن مشروعه هذا يحتاج إلى مدة زمنية طويلة حتى يفهم. رأيه هذا ارتكز إلى كثرة منتقديه، فكان يلتمس لهم العذر على الدوام بعدم فهمه. الجابري على قامته الفكرية لم يسلم من النقد. المفكر المغربي طه عبد الرحمن زعم أنه يقول الكتاب ما لم يقولوا ويسيء التصرف في النصوص، كما أنه لا يجيد التعريف، ناهيك عن سقوطه في التناقض وعجزه عن النقد والتمحيص وعدم تمكنه من الأدوات المنهجية. نادرا ما كان الجابري يرد على منتقديه، وحار البعض إن كان ذلك تعاليا أو استخفافا وربما تجاهلا. هكذا رد على زعم طه عبد الرحمن بأنه يجدر أن يقول أنا لا أفهم ما يقوله الجابري. لم يكن طه عبد الرحمن الوحيد في هذا المضمار. إحدى أشهر القصص في هذا الباب نقد المفكر السوري جورج طلبشي لكتابه نقد العقل العربي، وهو الذي يعترف بأنه خصص 25 سنة من حياته لنقد الجابري بكتاب آخر عنوانه نقد العقل العربي. جورج طلبشي كان قد قال يوما في كتاب الجابري هذا إن هذا الكتاب ليس فقط يثقف بل يغير، فمن يقرأه لا يعود بعد أن يقرأه كما كان قبل أن يقرأه. فاكتشف بعد ذلك كما يذكر في مقال له بعنوان 6 محطات في حياتي بأن الجابري يحيل في هوامش كتبه على إحالات لا وجود لها في المراجع المذكورة بعد أن محصها. بالمجمل الأدلة التي يريدها طلبشي عن الجابري حسب البعض يصعب دحضها، لامسا بذلك مواقع حساسة في فكر وكتب المفكر المغربي ليس أقلها الخلل في مراجع الجابري، بحيث إن الأخير حين أراد الرد عليه في أحد اللقاءات اكتفى بتقزيم طلبشي وحول النقاش إلى شخصه قائلا إنه مسيحي ليست له دراية تسمح له بالخوض في الفكر الإسلامي. وإذا كان هذا لا ينقص من إسهامات الجابري في الفكر والثقافة العربية، فإنه نظير ذلك حاز عددا كبيرا من الجوائز طيلة مسيرته الفكرية، كجائزة بغداد للثقافة العربية والجائزة المغاربية للثقافة وميدالية ابن سينا من اليونسكو وجائزة ابن رشد للفكر الحر وغيرها كثير. اقترن رفض الجوائز طويلا باسم محمد عابد الجابري، رفض لا ينم عن تعال أو فضاضة، إنما عن قامة تحترم اسمها وفكرها ولا تقايض بهما أي مكافأة كانت، وذلك حسب ما يظهر من أسباب الرفض التي كان يبديها الجابري حينا ويبطنها حينا آخر. من بين ذلك رفضه مرتين لجائزة قيمتها طائلة كان يقدمها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بدعوى أن استمارة الترشيح للجائزة لا تشمل تخصص الفلسفة، رفضه كذلك لجائزة تقدمها اليونسكو في الشارقة بدعوى أنه نال جائزة مثلها في وقت سابق في بغداد، ورفضه أيضا لجائزة في مجال حقوق الإنسان من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي إذ رأى أنه لا يستحقها لعدم قيامه بأي نشاط في حقوق الإنسان. بالمناسبة رفض الجابري لم يطل الجوائز العربية وحسب، إنما المغربية منها أيضا، فقد كشف سابقا في كتيب يحمل عنوان مواقف اعتذاره أكثر من مرة عن نيل جائزة المغرب للكتاب دون إيضاح الأسباب. أكثر من ذلك اعتذر مرتين عن عضوية أكاديمية المملكة المغربية، في المرة الأولى لرغبته في الاكتفاء بصفة كاتب والبقاء في موقع المعارضة الاتحاد الاشتراكي، وفي المرة الثانية لأن حالته الصحية لا تسمح له. بيد أن هذه الأعذار كانت واهية حسب ما يعترف به الجابري نفسه، إذ أفصح في الكتيب لاحقا أن السبب الحقيقي كان عدم ضم عبد الرحيم بوعبيد أو أي مثقف من حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الأكاديمية يوم تأسيسها. بعد معاناة طويلة مع المرض غادر محمد عابد الجابري في 3 ماي 2010 الحياة عن عمر ناهز 75 عاما، بعدما ترك وراءه إرثا فكريا كبيرا
خلد اسمه كأحد أبرز الأسماء في الساحة الفكرية المغربية والعربية.